بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، سألني أحد الإخوة الكرام عن معنى التوكل الحقيقي على الله سبحانه وتعالى. من الناس من يعتقد أنه ينبغي عليك أن تأخذ بالأسباب ثم تتوكل على الله، فهل هذه القاعدة صحيحة؟ أيها الأحبة، أنا لدي آية عظيمة في القرآن الكريم تقول أو تنتهي بقوله تعالى: وعلى ربهم يتوكلون. من هؤلاء؟ إذن التوكل أو من يتوكل على الله له صفات. يعني كيف أعلم أنني أنا متوكل على الله؟ كيف أعلم بالفعل أنني توكلت على الله؟ مثال أيها الأحبة، إنسان أصابه مرض فلجأ إلى الأطباء ولجأ إلى الناس ولم يترك دواء إلا وأخذه، ثم عندما يأس من البشر قال: سأجرب أن أدعو الله. هذا ليس توكل على الله. التوكل على الله أن تضع مشكلتك وهمك ومرضك وكل ما تعاني منه تضعه بين يدي الله وتسلم الأمر تسليما كاملا لهذا الإله العظيم، ثم تترك الأسباب تعمل. لست أنت من يأخذ هذه الأسباب، الله هو الذي يهيئ لك الأسباب. قد يكون شفاؤك بشكل لا يصدق، هناك حالات تشفى من مرض عضال هو السرطان من دون علاج. هناك حالات غريبة في الطب أيها الأحبة اقرأوا عنها. هناك أناس يعني حدثت معهم أشياء لا تصدق، حالات شفاء. هناك أناس أحيانا يكون لديهم سرطان كامن يبقى سنوات ولا يشعر به ويموت ولا يشعر به. هناك أناس لديهم مثلا فيروس مثل فيروس كورونا لا يشعر به ولا يتأثر ولا يعرف أنه مصاب. طيب، إذن التوكل على الله لابد أن تقوم بأعمال معينة لكي نقول إنك توكلت على الله. انظروا هذه الآية أيها الأحبة، إنما المؤمنون، بدأت الآية بتعريف المؤمن. من هو المؤمن؟ للأسف كلنا نقول عن أنفسنا إننا مؤمنون، ولكن من هو المؤمن؟ إنما المؤمنون الذين، انظروا أيها الأحبة الصفة الأولى، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أول صفة لتعرف نفسك هل أنت مؤمن، اسأل نفسك عندما تستمع لآية من آيات القرآن: هل تشعر بالخوف والرهبة والخشوع؟ وجلت قلوبهم، أي خافت وخشعت وتذللت أمام الله. هل تشعر بالذل أمام هذا الإله العظيم؟ هل تشعر بحبك للقاء الله؟ هل تشعر بالخوف من عذاب الله؟ هل تشعر بالرجاء، ترجو جنة الله، ترجو مغفرته، ترجو ثوابه عز وجل؟ إذن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا المقياس رقم واحد. المقياس رقم اثنان: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. للأسف أيها الأحبة، كثير من الناس، أنا تأتيني أسئلة كثيرة، يقول: لماذا لا نشعر بحلاوة القرآن؟ لماذا لا نشعر بزيادة الإيمان؟ لماذا عيننا لا تدمع؟ مع العلم أن هناك أناس يعني يشغل صوت القرآن من خلال التلفزيون أو الكمبيوتر أو الموبايل أو كذا على مدى 24 ساعة، وتجده يأكل ويشرب ولا يتأثر، وكأن يعني لا يوجد شيء. إذن هذا الإنسان أيها الأحبة الذي افتقر إلى هاتين الصفتين، صفة خوف القلوب من الله عز وجل عندما يذكر، وزيادة الإيمان عندما تتلى عليه آيات الله،
هاتان الصفتان هما مفتاح التوكل على الله، لذلك الله سبحانه وتعالى ختم الآية بماذا؟ وعلى ربهم يتوكلون، كأن الله يريد أن يقول لك أيها المؤمن، أنت تدعي أنك مؤمن، هل يوجل ويخاف قلبك عندما يذكر الله عندك؟ هل تزداد إيمانا عندما تقرأ آية من آيات الله، تشعر بزيادة الإيمان؟ إذا كنت كذلك فيجب أن تتوكل على الله كنتيجة لهاتين الصفتين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. إذن أيها الأحبة، التوكل لا يأتي إلا مع الخشوع والتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى، ولكن كيف نخشع؟ رقم واحد، ينبغي أن تفهم هذا الكلام. مشكلتنا أننا نستمع ولا نفهم، يجب أن تفهم معنى هذه الآيات، ينبغي أن تفقه ما تقول أو تعقل ما تسمع. كيف نفهم؟ ينبغي أن تكرر هذه الآيات، تتدبر إعجاز هذه الآية، تتدبر معاني هذه الآية، تحلق بأفكارك بخيالك. عندما تقرأ آية تتحدث عن الجنة تشعر بالسعادة أنك ستكون إن شاء الله من أهل الجنة، عندما تستمع لآية تتحدث عن عذاب النار، تتحدث عن أهوال ذلك اليوم يوم القيامة، ينبغي أن يخشع قلبك وتخاف، تشعر بالخوف، تتخيل نفسك وكأنك تلقى في النار لا قدر الله، فتشعر بالخوف، فتبدأ باللجوء إلى الله وطلب والدعاء من هذا الإله الرحيم أن يرحمك ويقيك عذاب النار. أكثر دعاء النبي ماذا كان أيها الأحبة؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لذلك إذا وقاك الله عذاب النار لابد أنك ستكون من الفائزين. طيب، عندما تفهم هذه الآيات وتتفاعل معها وتستشعر عظمة كلام الله عز وجل سوف تزداد إيمانا، لأن المؤمن عندما يفهم هذا الكلام العظيم يشعر بخشوع، تجد عينه تدمع مع كلام الله سبحانه وتعالى، ترى أعينهم تفيض من الدمع، الجلد يقشعر أيها الأحبة، حالة خشوع يعيشها المؤمن. وبالتالي إذا أردت أن تكون من المتوكلين، لأن الله في آية أخرى قال إن الله يحب المتوكلين، إذا أردت أن تحصل على محبة الله يجب أن تكون من المتوكلين، وإذا أردت أن تكون من المتوكلين لابد أن تفهم من هو الله الذي تتوكل عليه سبحانه وتعالى، لابد أن تعرف قدرة الله. هل أنت تعتقد أن الله قادر على أن يرزقك بغير حساب؟ هل أنت تعتقد أن الله قادر على أن يصرف عنك الشر حتى لو اجتمع الكون كله ضدك؟ لا يستطيع أحد أن يضرك إلا بما كتبه الله عليك، ولا يستطيع أحد أن ينفعك إلا بشيء كتبه الله لك. إذا كنت بهذه المواصفات فأنت من المتوكلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتوكلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.